ولا شهاب. الله، انت مين يا عم درويش؟ ايه ده؟ انت لابس كده ازاي؟ هلا انت عبيط هلا ولا بتستعبط؟ هلا عبيط ولا بتستعبط؟ اشتغلت هنا؟ بس انت مطقم غريب يعني يا عم درويش، جبته منين ده؟ بدلته مع واحد غلبان كده واديته اللي فيه القسمه. الغلبان ده رضى يديك النضاره بتاعته؟ انت مال اهلك؟ انت مال اهلك؟ خلاص طيب مال اهلك انت بتسال ليه؟ معلش هتتزكى عليا؟ لا مش قصدي. جبت اللي قلت لك عليه؟ عيب عليك يا عم درويش، ادي المعجون والفرشه وادي بقى مكان الحلاقه. يلا يلا ماشي يلا ماشي. ايه اللي بيضحكك؟ حلو قوي يا عم درويش. هات عنك 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 يا حبيبي. شكا عدل شكا عدل خلاص. هي الحته اللي تحت دي قربت اخلص اهو. خلصت. نعيما يا عم درويش. الله ينعم عليك. الله يا عم درويش. نعم العظيم. انا مش مصدق مش مصدق اننا نفدنا من كل البصايب دي. احنا عملناها ازاي دي؟ زحمه سطره يا شاب. لو عايز تدانا من الناس اتفس نفسك وسط الناس. الله الله يا عم درويش، النعمة العظيمة بتقول حكم. يا سلام. اه والله. طب المفروض بقى بعد الحكمة ده هنعمل ايه دلوقتي؟ ولا حاجة. كده خلاص. وانت تتكل على الله بقى على اسكندرية. هنزل اسكندرية؟ اه. طب وانت؟ أنا بقى ربنا سبحانه وتعالى تولاني برعايته. انت بس لو تسمع كلامه وتروح الداخليه هتحس بالامان بدل بقى العوق واللبش واللذي كله. قلت لك انا مش عايز اروح الداخليه يا شهاب. ليه يا عم درويش؟ انا حر يا عم. انت هتعملني فيها انت هتعملني فيها نيئه؟ مش عايز اروح الداخليه. اوعى تروح الداخليه. وبتضايق لما حد يجيب لي سيره الداخليه. خلاص ما انا حر يا اخي. انا مش عايز اروح الداخليه. وحش. مش عايز اروح الداخليه يا شهاب. بلاش دي وحش. كل مره تقول روح الداخليه اقول لك مش عايز اروح الداخليه. تروح الداخليه مش عايز اروح. خلاص يا شهاب. خلاص يا عم درويش. ما تروحش الداخلية. خلاص ما تروحش. معاك فلوس؟ مستورة. امسك دول. لا يا عم درويش، انت الوقت راجل مطارد والحاجات دي بتصرف. ايه؟ امسك دول. ماشي ماشي. كام دول؟ كام دول؟ لا خلاص. طب وانا هطمن عليك ازاي؟ افتح التلفزيون اتفرج على برنامج لميسي الحديدي. لو ما جابتش سيرتي ابقى انا سليم وفل الفل وتمام التمام. وانا هستنى بقى لما اتفرج على الاستاذه لميسي الحديدي. طب افرض ما جاتش في يوم واجزت من برنامج قال انا لا عم درويش. خد امسك ده. ايه ده؟ ده موبايل بالخط والنمره مزيكا. يا سلام. في ثلاث ستات ورا بعض. اه والله. جبته منين ده؟ ما تظلمنيش يا عم درويش، ده سرقته. أنا السرقة دي، السرقة دي بتكلف دمك ولا؟ ما جاتلكش عزب بالسرقة دي، الحاجات دي بتجيب مصايب بعد كده. كسرها اللي خدته كده يا عم درويش، وبعدين دوكا كان مسروق من بني آدم، إنما ده مسروق من منبع نفسه. آه، مؤسسة حلال يعني. آه يا عم درويش، خد والله هينفعك. استغفر الله العظيم وكل ذنب. لا توحشنا يا عم درويش. يلا قول انت بالسلامة. اتكل على الله. والله ما عايز اسيبك يا عم درويش. لا 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 الله. محمد رسول الله. ما تنساش ترجع المراية المسروقة من العربية اللي خدتها منها. يعني اتمسك وانا برجعها؟ امسك وانت بترجعها. يلا اتكل على الله. ماشي. سلام. سلام. نبوي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ايه يا عم شفت عفريت خش. ايه اللي جابك يا خضر خير؟ صاحبك. اشمعنى؟ من غير لف ودوران محدش يعرف اللي اسمه درويش في الحته دي قدك، وانا خلقي ضيق وانت عارف. يا راي يا عم خضر، انت جاي تهددني بيتي ولا ايه؟ لا يا حبيب قلبي خضر، انا مش جاي اهدد،
انا جاي اقز على طول. صاحبك بعد الابان اللي حصل في الحته امبارح غيرت تسوبنا ما قبوش تاني. راحوا فين؟ مش عرفنا راحوا فين. تعرفش ابنك راح فين؟ وانا كنت ولي امره. يا اخي انت مش خايف على ابنك بعد اللي حصل النهارده؟ ايه بس اللي حصل النهارده؟ طبعا ما انتش عايش في الدنيا مضيع سكالانس. صاحبك الدنيا كلها مقلوبه عليه ومتورط في تفجير وزيره. ايه وانت لو بتفتح المخروب ده على حاجه غير الهلس كنت عرفت. يفجر وزير ازاي؟ يعني مش في ازاي دلوقتي؟ يعني نشوفه فين وبعد كده نشوف موضوع ازاي ده. وانا لغايه دلوقتي صاين العيش والملح، مش عايز ابلغ المديريه ان انت وابنك صحاب الارهابي. عيش وملح؟ النبي تلاقيك انت اللي بلغت المديريه عشان تاخد شريطه زياده. لا فيتك، بس اللي تايه عنك بقى ان انا لو ما عرفتش اجيب قراره لوحدي هلطك انت وابنك واخربها عليكم وعلى اللي خلفوكم. نبوي. نعم. خليك حلو يا نبوي وتعاون معايا احسن. من ساعتها هو فص ملح وداب. وابنك داب معاه. مفيش مشكله، اديني تليفون ابنك. ما بحفظش نمر تليفونات. انت عندك مشكله في حفظ الارقام مش كده؟ طب حلل يا نبوي، واحتمال يكون عندك مشكله ولا حاجه. مشوك يا نبوي، انت اللي اخترت. بقول لك ايه يا خضر؟ نعم. ثانيه واحده. تليفون اهو. هات حبيب قلب خضر يا نبوي. سلام. بعيش بقى مع السكالانس. الله يخرب بيتك. قال سلام وانت يجي من وراك سلام. طابين على الزين بولس. تحب اساعد حضرتك في حاجة؟ مدام لينا موجودة. موجودة فوق في مكتبها، تحب ابلغها بحاجة؟ انا هطلع لها. تصدق كنت حاسه انك جاي. احساسك عمره ما خانك، زي الزمن برضه ما خانكيش، زي ما انتي. اكيد جاي عشان اللي حصل. لا عشان اللي هيحصل. مش هينفع نتكلم هنا. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. المقدم كريم زلط من فضلك. طب استاذنك الاي دي من فضلك. اتفضل. اتفضل. اتفضل يا فندم. أنا آسف. اتفضلي. مهم تكوني اطمنتي على صحة معاليها. تحت أمرك. الحقيقة أنا جاي أتكلم مع حضرتك بخصوص حاجات غريبة حصلت امبارح. بيتهيألي إنها ليها علاقة للي حصل بماما. أنا طبعًا لازم أسمعك وهسمعك، بس قبل ما أسمعك لازم أقول لحضرتك إن إحنا كنا بنشوف شغلنا. والله أنا ما كان قصدي. إحنا في ظرف ست ساعات قدرنا نوصل اللي عمل كده. كل كان تحت إيدينا مجرد صورة. صورة طبقناها بكل الصور اللي محفوظة عندنا في السيستم واشتغلنا عليها بأحدث البرامج. اكتشفت من صاحب الصورة دي هو نفسه ده. مين ده؟ درويش عبد ربه الكاتيان. كان عضو ناشط في جماعة التكفير والهجرة. اتسجن سنة 74. أخد عفو رئاسي سنة 77. وانضم للجماعة الإسلامية سنة 79. وكان عضو مؤسس في الخلية اللي اغتالت الرئيس السادات الله يرحمه في أكتوبر 81. اتحكم عليه بالمؤبد. وهرب من السجن سنة 91 في ملابسات غامضة، ومن ساعتها محدش قدر يوصله لحد